مع بداية العام الدراسي الجديد تدخل تجربة المدارس المصرية اليابانية مرحلة التطبيق ب34 مدرسة في 19 محافظة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم قبول ما يزيد على 13,000 طالب داخل نظام التعليم الجديد. هذه المنظومه اللي بنتكلم عليها في اداره تطوير التعليم، مش بتكلم على المدارس اليابانيه بس، لما ابص اشوف مجهودات الوزاره اللي موجوده على مختلف الاصعدين، سواء بالنسبه للمدارس الحكوميه العاديه والتطوير اللي بيتم على مراحل ما قبل المرحله الابتدائيه والمرحله الابتدائيه اللي هي مرحله الحضانه والمرحله الابتدائيه والبدايات بالنسبه لمرحله الكيجي ومرحله الاولى السنه الاولى الابتدائيه، وبالاضافه للمدارس اليابانيه، بالاضافه للمدارس الدوليه اللي اشار اليها سياده الوزير، هناك طفره نوعيه حقيقيه تحدث في التعليم بالمصري يعني. التجربة اليابانية أو توكاتسو التي تطبق في مصر للمرة الأولى تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية من خلال التركيز على بناء شخصية الطالب وتدريبه من أجل الاعتماد على النفس وتعزيز انتمائه لبلده. المدارس اليابانية هو الهدف منها زي ما قلت حضرتك بنسعى إلى بناء الشخصية المصرية من البداية أو من اللبنة الأولى أو من البذرة اللي هو الطفل، فهو ده الرؤية أو هو ده الهدف من المدارس اليابانية. مش بمعنى أن هي هيبقى فيه تعليم ياباني، لا، هو بناخد من المدارس اليابانية الأنشطة. النظام الجديد يقوم بشكل أساسي على اكتشاف مهارات الطالب والإبداع في الأنشطة المختلفة، ما يتيح له ممارسة العمل الجماعي والتزامه بدور عملي محدد داخل مجموعة الفصل لتحقيق الهدف السلوكي أو التربوي المراد الوصول إليه. مشروع مثمر لبلدنا الحبيبة مصر، وإن شاء الله يعني يبقى ليه نتائج هتعود على البلد بالخير وعلى أولادنا في منظومة التعليم في مصر. ويعتمد النظام المصري الياباني على تنمية قدرات الأطفال وربطها بالمناهج الدراسية، كما تتميز تلك المدارس باتساع فصولها وانخفاض الكثافة الطلابية بها. افتتاح عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين والمدارس الفنية التطبيقية يعد خطوة إيجابية في اتجاه بناء جيل جديد قادر على القيادة والإنتاج من خلال تطوير المنظومة التعليمية. علي فتحي، النيل.